دلوقتي نبدا نتكلم قيمه الحياه الانسانيه في وسط التطبيق. قول من اول كده. اولا جريمه القتل العمد، قلنا جريمه القتل العمد عقوبتها ايه؟ الاعدام. عقوبات الاعدام. في واحد جه اسمه حمورابي قال لك لا، بدل ما نعمل عقوبه اعدام وممكن الناس الكبار رواد الاشراف رواد البهوات الكبيره طبعا يدفعوا فديه وخلاص، يدفعوا فديه ماشي، لكن هي العقوبه عامه قتل العمد او قتل الاعدام. دي رقم واحد. اثنين القتل الخطا. القتل الخطا عقوبته ايه هنا؟ تقدم قربان المقبره دي القتيل كويس وتعمل شعائر دينيه عنه شفقه بالجاه. يبقى قتل عمد الاعدام قتل خطا تقديم قربان الى مقبره القتيل وقامت شعائر دينيه. طب اذا الاب ابنه يحضنه 3 ايام، يحضنه كده 3 ايام كويس، لازم يكون واقف قدام الناس ويشهد عليه طائفه من الناس. يعني في ميدان عام كده حلو قوي، راح حضن ابنه قتلت ابنك احضنه 3 ايام يا حبيبي. طب اذا الابن قتل ابوه، لا فرق بين الاب قتل ابنه والابن قتل ابوه. لو الابن قتل ابوه يتعدم، بس يتعلم امتى بقى؟ بعد المشي على الاشواك، كبس وبشوك كده ومشي على الشوك كويس، ونمسكه في الشوك ده كده وروح على جنينه. يبقى فرق بين الاب اللي قتل ابنه عشان يحضنه، وفي فرق بين الابن اللي قتل ابوه. ماشي؟ دي النقطه اللي بعد كده. طب انت بقى راجل فيرود بقى وراجل واقف في البلكونه وراجل 10 على 10، بصيت شاهدت جريمه قتل وكان في امكانك يا عم الريس انك تمنعها، انك تمنعها وما منعتهاش، وما منعتهاش، عقوبتها ايه هنا؟ اعداد. شهدت العقوبه، شهدت الراجل بيت الراجل، بس كان في امكانك انت راجل قوي وراجل بتشيل حديد وراجل 100 100 انك تمنع هذه العمليه، لكن انت ما منعتهاش، لا تتعدم. لكن ممكن انت ما ايه؟ انت ما توصلش لهذا العمليه بالراجل ده كده. طيب انا راجل واقف في البلكونه، انا راجل ضعيف ما اقدرش احوش واحد يدي واحد انه اقوى مني، لانه اقوى مني لازم ابلغ عنه، ابلغ عن هذه العمليه. طيب ما بلغتش عن العمليه دي، ما بلغتش عنها كويس، هتتعمل ايه؟ هتتعاقب. هتتعاقب بايه في العاديه؟ تتعاقب بالضرب والصيام لمده 3 ايام. خلي بالك من النقط دي بتيجي في الامتحان، تعاقب بالضرب والصيام لمده 3 ايام عشان انت ما بلغتش الجات المختصه. انت لو بلغت جات المختصه مش هتتعاقب، لكن انت ما بلغتش، انت ما بلغتش. طب المزور، المزور ده بيزور بيه مش بايده، راجل بيزور بيزور بيمضي بيزور بايده، عقوبته ايه؟ قطع ايده، يقطع ايديه لما بيزور فيها. طب الكاسوس، الكاسوس ده بيكلم لسانه، نعمل فيه ايه؟ الكاسوس ده بيقطع لسانه، عقوبته قطع لسانه. ماشي، من هنا عقوبات تانيه في العراق مش في مصر، بس احنا ما خدناهاش العقوبات دي، احنا ما خدناهاش. هي ايه؟ قطع الثديين، قطع الثديين سبل العينين او قلع العينين، دول ما خدناهمش في العراق، دول عقوبتين دول في العراق مش مصر، احنا ما خدناهمش مصر، ما خدتش هذه العقوبه. طب نيجي القصاص، طبعا القصاص هنا قال لك في تعويض عن القصاص، في تعويض ليه؟ تعويض عن ايه؟ ورعب المال، اعتداء بعد اشكال الزنا وكلام الفرق، يبقى هنا في تعويض ماشي، في تعويض ماشي. طب واحد ارتكب جريمه مثلا عقوبه ايه؟ لازم تعاقب اي جريمه. فين عقوبات بدنيه عندنا؟ في عقوبات بدنيه انتشرت قوي عندنا هنا، زي ايه؟ قطع احد اعضاء الجسم او تشويهه ماشي. ليه؟ دي طبع الشده، دي فكره القصاص، دي فكره القصاص. واحد قطع، واحد ضرب قطع دراع واحد، ما انا عامل برضه قصاص ايه؟ الاذن بالاذن والعين بالعين والبدن عظمى مثلا، انت لا تعنى انا هلا عجيب. زي ما في قصه في القران بتاع سيدنا عمر والكلام ده، واحد جاله وقال له ايه؟ الراجل ده قلع عينيا، قال له هات الراجل الثاني اللي قلع عينيك، اكيد انت قلعت عينيك فهو قلع عينيك. على طول كده يبقى هنا اوكي.
طب شهادة الزور أو البلاغ الكاذب، شهادة الزور أو البلاغ الكاذب دي عقوبتها الأدب. مثل الفاعل تماما، بتشهد الزور عليه اتعدم، تتعدم زيه، بتبلغ بلاغ كاذب عن واحد قتل واحد، ده تيجي زيك، تتعدم زيه، تتحاكم زيه. ماشي؟ طيب هنا العقوبة، هنا في عقوبة إيه؟ حلوة أوي يعني. الزنا. الزنا، خلي بالك عقوبة الآدام لكل طرفين الكلام، هو الزاني والزنا، المفروض عقوبة الآدام. طب في عقوبة تانية بقى، عقوبة تانية للزاني والزنا، جدع الأنف ضرب الرجل، أنت تروح ضربه على إيده، ضربه على رجليه، وأنت ليه عملت كده؟ دي مش موجودة عندنا، لكن المفروض جريمة الزنا عقوبتها الإعدام للزاني والزانية، عقوبتها الإعدام للزاني، الزاني والزانية لطرفي الجريمة، يتعاقبوا بالإعدام الاثنين وليس واحد. كويس؟ كانت زمان كانت تاخد المرأة كده يروح بيها في النهر، هي زانية، المرأة في النهر، إذا غرقت تبقى زانية، إذا ما غرقتش تبقى مش زانية. الله، كنت رميت واحدة في النار يا عم، لما ممكن تكون بتعوم كويس وتطلع من الناحية التانية، تبقى ازاي؟ يبقى دي مش عقوبة، لكن هي القانون المصري قال عقوبتها الزاني والزانية طرفي الجريمة عقوبة الحلال. الحاجات دي توجد فين؟ في الصحراء الرحيم، في العراق والحتت دي. طيب في مصر قتل الزوج والثاني حالة تلبسهما في السجن، حالة تلبسهما كم بحث يعني، واحد مؤاخذة دخل على زوجته بقى معاه واحد، انت قتلته خلاص ده مباح، ما عندك ما انت اقامه كده، واحد دخل على واحد مؤاخذة فعل في بلاوي زنا بيحصل هو مع مراته مع مش عارف ايه، هم راح ضربوا طلقه موته، واحنا موته ما تاخدش فيها ساعه دم، ما تاخدش فيها ساعه دم. يبقى انا كل مصر القديم ما عملش ايه، ما فرقش بين الزانيه والزاني، الزاني والزانيه، وعمل عقوبتهم ايه؟ الاعدام حرقا، عمل عقوبتهم الاعدام حرقا. ماشي؟ ممكن نقف لغايه هنا بقى يا دكتور عمرو؟ تمام، تسلم يا دكتور محمد، الف شكر لحضرتك دكتور محمد. تمام انا قلت كتير اشكال الاعدام والحاجات دي، قلت كتير. تمام يا يوم فندم، الاحد ان شاء الله. بص يا ان دكتور شاء الله باذن الله.